شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الرأي العام، ونتحدث حول هذا الموضوع في ضمن النقاط. النقطة الأولى: تأثير الرأي العام. النقطة الثانية: اهتمام الدين بالرأي العام. النقطة الثالثة: دور الإعلام في تكوين الرأي العام. هذه بحوث ثلاثة في هذا الموضوع. أما البحث الأول فهو عبارة عن تأثير الرأي العام. ما هو تأثير الرأي العام؟ قبل أن نتحدث حول هذا الموضوع نشير إلى مقدمة. وهذه المقدمة هي أن إحدى الأمور المهمة جدا في توجيه حياة الأفراد هي قضية الحاجة إلى التوافق الاجتماعي. الفرد يشعر بأنه يحتاج إلى التوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي يعني أن الفرد يكون مقبولاً من قبل المجتمع.
الأفراد الذين يتمردون على هذا الشعور ويقاومون هذا الشعور أفراد يمكن أن نقول إنهم أفراد قلائل. أبو ذر كم واحد كان حول النبي صلى الله عليه وآله؟ العامة يروون أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع كانوا 180,000 واحد، وبعض يروون 120,000 واحد. هؤلاء الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وآله، أما الذين لم يجيئوا فكانوا أكثر من ذلك. من هؤلاء كم واحد كان مثل أبي ذر؟ أبو ذر الذي عاش وحده ومات وحده ويحشر يوم القيامة وحده، كم واحد كان مثل أبي ذر؟ الأفراد، ذلك الرجل قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الآن بعد بايعوا، أنا أيضا أبايع في من يبايعون. ذلك الرجل المعروف أسامة الذي كان قائداً للجيش. الأفراد، التيار العام، الخط العام يؤطر فكره. يعني واحد عندما يعيش في تيار عام يرى أن هذا التيار العام هو حدود فكره، لا يفكر في أكثر من ذلك. يعني أكو قيد في الداخل، هذا الفرد يفرضه، هذا القيد يفرضه كل واحد منا على ذاته، قيد داخلي. هذا أولا. التيار العام يؤطر الفكر، فلا يرى أن وراء هذا التيار وهذا الفكر أفق آخر، العالم حدوده تنتهي عند هذه الحدود. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه إذا فرضنا واحد رأى وراء هذه الحدود أفقاً يتمكن يقاوم هذه الحدود؟ ما يتمكن. ليش؟ لأن منافع تتعرض للخطر. من حاضر كأبي ذر أن يعرض منافعه للخطر؟ هذا يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى تضحية. الأفراد غالبا ما عندهم شجاعة وما عندهم تضحية، ولذلك هذا الشعور، الشعور بالحاجة إلى التوافق الاجتماعي، والشعور بالحاجة إلى المقبولية الاجتماعية، هذا يؤطر فكر الأفراد ويؤطر حركة الأفراد. تأطير. من هذه المقدمة نتمكن أن ننتقل إلى موضوع البحث، وموضوع البحث دور الرأي العام. ما هو دور الرأي العام؟
الرأي العام يشكل عامل ضغط على الأفراد، ما يخلي الأفراد يخرجون، غالب الأفراد، عن إطار الرأي العام. إذا أكو رأي عام طالح في مجتمع، هذا الرأي العام الطالح يحتوي في داخله الأفراد، وإذا أكو في مجتمع رأي عام صالح يحتوي الأفراد، ولذلك الرأي العام مؤثر تأثيرا كبيرا في صلاح المجتمعات وفي عدم صلاح المجتمعات. أضرب مثالين. مثال من التاريخ الغابر ومثال من الواقع المعاصر حتى تشوفون أن الرأي العام كيف يؤثر وأنه المتدينون إذا ما تمكنوا أن يصنعوا رأياً عاماً حتى أولادهم يكونون في خطر. إذا أنتم تعيشون في محل، في دولة، في بلد، الرأي العام رأي طالح، حتى هذا الابن يكون في خطر. أبناؤنا، أولادنا، المحيطون بنا، لأن الرأي العام قوة جارفة تجرف الجميع إلا من شذ وندر. المثال الأول مثال من التاريخ الغابر. كان هنالك الكبار يتذكرون مد شيوعي في العراق، المد الشيوعي عندما جاء. أنا ما أتذكر، ولكن الشيء اللي نقل أنه هذا المد اللي شكل تيار، حتى في كربلاء كانوا يطلعون مظاهرات ويهتفون بعد شهر ماكو مهار، تيار حتى في كربلاء، والقاضي انذب بالنهر، هذا شعار. على أثر هذا التيار ينقل أنه حتى الشباب المتدين في الجامعات كثير منهم ما كانوا يجرؤون على إظهار أنهم متدينون. إذا شاب في الجامعة كان يظهر أنه متدين، ضغط اجتماعي أكو عليه، هذا شاب متخلف، هذا شاب رجعي، الشاب شقد عنده قدرة المقاومة عندما كل التيار يكون ضدك. واحد يعيش في بلد إسلامي يخجل أن يصلي أمام أصدقائه، ما أقول على نحو العموم في كل مكان، ولو على نحو القضية المهمل، الرأي العام مؤثر، وكثير من المتدينين، من أبناء المتدينين، من أبناء العلماء، هذا التيار جرفهم. ولولا حقيقة وقوف العلماء ووقوف المتدينين، العراق كان رايح، ولكن وقفة العلماء، وقفة المتدينين، المتدينون الذين كانوا في الجامعات
تمكنوا أن يحفظوا بمقدار. هذا المثال الأول، وهذا الخطر مو خطر تاريخي، وإنما هذا الخطر خطر قائم في جميع مجتمعاتنا. هذا المثال الأول. المثال الثاني، الرأي العام، التيار العام. الغرب واليهود فكروا أنه هذه الهجرة التي حدثت إلى بلاد الغرب، هذه الهجرة تشكل ظاهرة خطيرة. الآن في الولايات المتحدة طبق بعض الإحصائيات اللي ربما تكون مقلة، هنالك حوالي 8 ملايين مسلم. هذا عدد ضخم. في بريطانيا طبق بعض التقادير اللي نشرت قبل شهرين، أكو هنالك 5 ملايين مسلم. هؤلاء مؤثرون. أكو فراغ في الغرب، لأن المادة لا تشبع، المادة ما تشبع الفرد، الفرد يتطلع إحنا جئنا من عالم آخر وخلقنا لعالم آخر، واحد دائما عنده حنين إلى ذلك العالم، ولذلك هذا الحنين دائما يجذب الإنسان نحو المعنويات. في الغرب أكو فراغ، الغربيون ما تمكنوا أن يملأوا هذا الفراغ، وهذا خطر. القرآن حتى إذا واحد ما يفهمه له جاذبية عجيبة. إحنا اللي نعيش في أجواء القرآن ونمونا في هذه الأجواء، مثل واحد يعيش عند النهر، شوية إذا نلتفت، شوية إذا نفكر، حقيقة القرآن له جاذبية هائلة. ولذلك في إحدى المدارس شريط قرآن كان، الجمعيات اليهودية أو المرتبطة باليهود احتجوا أنه هذا صوت القرآن يجب أن لا يكون. واحد من الأدباء الكبار، هذه القضية منقولة في الكتب، يقول أنه أديب أمريكي يعرف العربية، قال لي أنه شنو تقولون هذا القرآن، القرآن كذا وكذا، أنا ما أتمكن أجيب مثل القرآن. هذا الأديب المسلم يقول أنا قلت له ما يخالف، الآن تعال أنا الآن أقول مطلب، أنت اكتب، أنت أستاذ في الأدب، كان أستاذ هذا الأمريكي أستاذ في الأدب العربي في جامعة القاهرة، وتفاصيل مذكورة أنه منك. قلت هذا المطلب، أنت اكتب حوله جملة أو جمل، بعدين هذه الجمل نحن نقارنها بالقرآن. هذا في الكتب تفصيل مذكور، اسم الطرف مذكور، اسم هذا الأديب المسلم مذكور. يقول قعد وأخذ يكتب حوالي 30 جملة، الجملة الأولى الجملة الثانية، حوالي 30 جملة أدبية من أديب حول هذا المطلب. يقول قلت انتهى هاي جملك، الآن أقول لك القرآن في هذا المطلب شنو قايل.
قال قول. يقول فقرأت له الآية نصف سطر تقريبا، فيقول فوقع مغمى عليه الطرف تأثرا بالقرآن. تفصيل مذكور، إذا حبيت في وقت آخر أذكر لكم. القرآن له هذه الجاذبية الهائلة، الحاجة الهائلة الموجودة. شنو فعل الغربيون اليهود؟ شنو فعلوا؟ سووا فد رأي عام ضد الإسلام وضد المسلمين. الرأي العام الذي صنعوه الآن، أنا في شهر رمضان شفت واحد جاي من هناك قال جدا عقدوا عملنا، المسلمون عبارة عن مجموعة إرهابيين. رأي عام في الغرب حول هذا المطلب. يقول الآن تحركنا أكو مجالات، ولكن تحركنا جدا مشكل. رأي عام. الآن في العراق أكو رأي عام ضد البعثيين. إذا بعثي الآن يمر هنا كيف ننظر؟ في العراق وجد رأي عام ضد الشيوعيين، إذا الشيوعي يمر كيف ننظر إليه؟ الآن في الغرب مثل ما كان هذا يقول صنعوا رأياً عاماً ضد الإسلام والمسلمين، جماعة إرهابية. إذا رأي عام أكو بعد واحد تحرك يكون مشكل. ما أقول ما يتمكن يتحرك، يتمكن يتحرك لكن جدا مشكل. الآن إذا واحد بعثي يأتي إليكم ويقسم لكم بأغلظ الأيمان، تقبلون منه؟ ما تقبلون. انطباع تولد عندكم ضده. يقول هذه الحالة موجودة. وأنا قرأت قبل حوالي شهرياً في إحصائية يقول أن كل واحد من ثلاثة من الأمريكيين يعتقدون أن الإسلام دين إرهابي. يعني الآن في أمريكا كم واحد أكو؟ إذا نفرض أنه مثلاً 280 مليون فرضاً، ثلثهم يعتقدون بأن الإسلام دين إرهابي. الإرهاب بما له من الظلال، كما نعتقد نحن أن البعثيين عبارة عن مجموعة إرهابي. هذا تأثير الرأي العام. الرأي العام إذا كان رأي عام صالح يحتوي في داخله الأفراد، وإذا كان رأي عام طالح يحتوي في داخله الأفراد. طبعا نحن نعتقد بإذن الله بعون الله إن شاء الله الحقيقة تظهر، وظهرت للكثيرين، ولكن هذا عقد القضية. في مقابل هذا الرأي العام الصالح في قضية التبغ، تكون هنالك رأي عام في إيران ضد قضية التبغ. الشاه في ذلك الوقت ومن ورائه الإمبراطورية العظمى ما تمكنوا أن يقف. الشاه ما تمكن أن يقف، حتى زوجته في بيته عندما يقول لها جيبي لي النرجيلة تقول حرام. يقول منو حرمها؟ تقول له الذي أحلني لك، يعني الله. الشاه في ضمن هذا الوضع يتمكن يشتغل، حتى خدمه كسروا النار النرجيلات اللي كانت في بيت ميت مكة.
بالنتيجة اضطر إلى إلغاء الاتفاق وبريطانيا خرجت من إيران. هذا البحث الأول. خلاصة هذا البحث أن التيار العام يشكل قوة ضاغطة تحتوي في داخلها الأفراد. إذا كان الرأي العام رأياً عاماً صالحاً يقود المجتمع إلى الصلاح، وإذا كان رأي عام طالح يقود المجتمع إلى الانحراف. هذا البحث الأول. البحث الثاني اهتمام الدين بالرأي العام. أذكر نموذجين لذلك. النموذج الأول من حياة النبي صلى الله عليه وآله، والنموذج الثاني من حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. النبي في قضية العقبة 12 من الأفراد تآمروا على النبي لقتله، ودباب دحرجوها 12. بعد ما انكشفت مؤامرتهم، حذيفة ابن اليمان قال للنبي صلى الله عليه وآله: ألا تأمر بقتله؟ النبي صلى الله عليه وآله كما في التاريخ قال مضمون الكلمة أنه لولا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله لما ظفر واستقر له الأمر قتل أصحابه لقتلته. هذه الرواية مذكورة في التاريخ. يعني هؤلاء الأفراد من الناحية الشرعية يستحقون القتل، ولكن ألا يقال، هذا مهم. وفي رواية ثانية أظن أنها تختلف عن هذه الرواية، لكن الآن ما شفتها، لضربت أعناق كثير، يعني هذا مهم. لولا أن يقال أنه ليكون هكذا كلام. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. هنالك رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الوالد رحمة الله عليه ذكرها في الفقه، وهي رواية عجيبة حقيقة، وما أظن في التاريخ أكون نظير لهذا العمل. في المجلد 105 من الفقه راجعوا، الوالد يذكر أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما كان يبعث واليا إلى منطقة كان يقول للوالي: اذهب واقرأ كتابي عليه وقل لهم ترضون بي واليا أو لا، إذا رضوا بك واليا كن واليا عليه، وإلا فرج. يعني أن الناس يحبون أو لا يحبون، يريدون أو لا يريدون. هذا باختصار الموضوع الثاني. ونختم الكلام بالموضوع الثالث، وهذا الموضوع الثالث هو دور الإعلام في تكوين الرأي العام. الإعلام جدا مهم،
الإعلام يعني شنو؟ الإعلام يعني الكتاب مثلا، جدا مهم في تكوين الرأي العام. الإعلام يعني المنبر، المنبر جدا مهم. هذه القضية لعله لم أنقلها لكم فيما مضى، واحد من الشيبة كان ينقل هذا الشيء. الحقيقة هذه ولو قطرات وأشياء تبدو متواضعة، ولكن هي هذه القطرات تؤثر، وهذه القطرات يمكن أن تتحول إلى تيار، ويمكن أن تتحول إلى جريان. كان ينقل أنه أحد الخطباء وهو سيد أحمد الخاتمي حفظه الله في كربلاء تحدث 10 ليالي حول نافلة الليل، 10 ليالي كاملة في منبره. يقول هذا الرجل الشايب: أنا من ذلك الوقت ما تركت نافلة الليل إلى هذا اليوم. هاي القضية يمكن مال قبل 40 عام. مؤثر، الكلمة مؤثر، الكتاب مؤثر، التبليغ الفردي مؤثر، الشريط مؤثر. وكان يضيف هذا الرجل يقول: أنا ما أظن أن أحدا في ذلك المجلس الذين كانوا، ما أظن أن واحد منهم ترك صلاة الليل. بس هذا تخمين أو ظن، ولكن هذا النوع من التأثير مؤثر. هذه المفردات التي نراها متواضعة وصغيرة كلها مؤثرة. أنقل لكم هذه القضية أيضا. نقل لي أحد الخطباء في مشهد قبل 4 أشهر تقريبا، هو كان في إحدى البلاد الأجنبية ويخطب بلغته، قال أنه: أنا صعدت المنبر وتحدثت حول الدين عرضا في ضمن المنبر، تحدثت حول الحجاب عرضا وبشكل عاطفي تكلم، وعرجت على قضايا كربلاء وأن الأعداء كانوا يحاولون أن يسلبوا أهل البيت حجابهم صلوات الله عليهم، وأنهم حافظوا على حجابهم في قبال الأعداء عرضا وبشكل عاطفي. قال بعدين، بعد يومين 3 أيام، نقلوا لي أن امرأة مسيحية كانت في المحاضرة وقالت: أنا اقتنعت بالحجاب وتحجبت. طبعا ما رفعت اليد عن مسيحيتها، امرأة مسيحية ولكن تحجبت، اقتنعت بالحجاب. يمكن هذا الخطيب 5 دقائق متكلم حول الحجاب أثر. بعض الشباب قبل أشهر، أنا رأيت بعضهم في شهر رمضان المبارك، شباب مبتدئون ما عندهم تجربة، أكثرهم ما عندهم تجربة، بدأوا بإنشاء فرقة للتمثيليات الدينية في الكويت. هذه القضية
والله سبحانه وتعالى بارك في عمله. هذه طبيعته، سنة الله في الكون. الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمال. إذا واحد ما وقع في خط الإنتاج يبقى، أما إذا دخل في خط الإنتاج الله تعالى يبارك وينمي عمله. هذا مثل بذرة إذا تخلوها على الرف، هذه إذا تبقى 100 عام تبقى بذرة، ولكن عندما هذه البذرة تدخل في خط الإنتاج تخلوها تحت التربة، الله تعالى يسخر قوى الكون لهذه البذرة المتواضعة. الله يسخر لها التربة، الله يسخر لها الأملاح، الله يسخر لها الشمس والهواء والنور، كلها تعين هذه البذرة التي تحت التربة. وإذا بهذه البذرة تتحول إلى شجرة كبيرة، هذه الأشجار اللي الآن تشوفوها في يوم من الأيام كانت بذور وقعت في خط الإنتاج، الله أمدها. إذا واحد يقعد في بيته ويقول لا يمكن، ما أتمكن، ما يجي مني، من يستمع إلى كلامي، يبقى في وضعه. أما إذا واحد دخل في خط الإنتاج حتى إذا يكون أضعف واحد، الله تعالى يسخر قوى المجتمع لأجله. قالوا إحنا كانت عندنا تمثيلية حول سيد الشهداء صلوات الله عليه، مع أنهم جماعة مبتدئون، وذهبوا إلى لندن وعرضوا هذه التمثيلية، وكان هنالك ممثلان من رابطة مسيحية في لندن يقال لها الرابطة المسيحية العربية، أجوا وشافوا هذه التمثيلية. على أثر مشاهدتهم لهذه التمثيلية كلاهما أسلم. العجيب أنا شفت المكتوب، هي نفس الرابطة المسيحية العربية كتبت مكتوب إليهم إننا نعلمكم أن هذين قد أعلنا إسلامهما، مكتوب من قبل الرابط، يعني مؤثر. أحد المؤمنين كان جاي من بلاد الغرب، هاي قضية ثانية، قال إحنا استأجرنا قاعة من جامعة وصنعنا فيها تمثيلية حول قضايا كربلاء. قال بعد التمثيلية 3 أفراد من المسيحيين أو 4 جاءوا وأعلنوا تشيعه. تمثيلية واحدة هذه جذبته. يعني في الواقع الكتاب الواحد، الشريط الواحد، المنبر الواحد، الكلمة الواحدة هذه مؤثرة، وربما تغير حياة فرد أو تغير حياة مجتمع. إحنا في الواقع ينبغي أن نفكر في هذا الشيء وأن نقدم على هذا الشيء. هنا في البلاد الأخرى، في العراق، الآن العراق مقدم كما يقولون على تحولات. الآن إذا المتدينين ما فكروا في بناء القاعدة الإيمانية، الآخرون يأخذون التيار. البارحة في مكان كان واحد كاتب أنه الشيعة ليش يطالبون بحقوقهم، واحد من المخالفين، الشيعة كلهم في العراق بين 51% إلى 52%،
شنو هذا التضخيم لدور الشيعة في العراق وما إلهم حق؟ يقول بعض يقولون إن الشيعة إما 51 أو 52%، بعض يقولون، واحد من الكبار، يعني من الآن الآخرون غير المتدينين المخالفون بدأوا، مو من الآن، من قبل أعوام كثير. حقيقة إذا المتدينين لا ينتبهون ولا يفكرون، أحد الإخوة نقل لي أنه في كربلاء هاي القضية قبل 4 أعوام تقريبا، قال أن الوهابيين في كربلاء بنوا مسجدا في مدينة كربلاء، في فلان شارع، كان كاتب أنه في أي شارع من الشوارع بنوا مسجدا، وأن كل عائلة تتعاون معهم، يعني تروح إلى مسجدهم يصلون وياهم، يعطوهم بالشهر $100 للعائلة الواحدة، و$100 في العراق مبلغ كبير. يعني الوهابيين يشتغلون، ولو الآن الوهابية عموما ضعفت إلى حد ما، ولكن دا يشتغل، غير المتدينين دا يشتغلون، المخالفين دا يشتغلون، العلمانيين دا يشتغلون. فإذا المتدينين حقيقة ما فكروا وما أعدوا، يسحبون البساط من تحت أقدامهم، كما سحبوا البساط من تحت أقدامهم خلال هذه 30 سنة الماضية. المتدينون غفلوا فسحبوا البساط من تحت أقدامه. إحنا في الواقع ينبغي أن نهتم بهذه المفردات، هذه المفردات وإن كانت مفردات صغيرة ولكنها مؤثرة. نقل لي أحد الخطباء، كان في بلاد الغرب، قال أنه أكو واحد من المفكرين الغربيين اللي هذا في الغرب بمثابة آية الله العظمى. شلون آية الله العظمى؟ مقامه عندنا إحنا الشيعة. هذا المفكر الغربي اللي له هذا المقام على أثر احتكاك بالمسلمين أو على أثر مطالعة كتب المسلمين، أسلم هذا الرجل وكتب كتبا حول الإسلام، وإسلام ولد ضجة في الغرب جدا مهم. مثل هذا الرجل المفكر وكان أستاذه، قال هذا أستاذنا كان، لأنه هو كان يدرس في تلك الجامعة، قال اليهود حوطوا هذا الرجل وحركوا الأجواء ضده واتهموه بتهم، من جملة التهم أن هذا معادي لليهودية، إلى أن أخرجوه. قال هذا الآن يعيش في فلان قرية في مكان وقاعد مشغول بالكتابة هناك. يعني في الواقع حتى المفكر إذا يرى الحقيقة، الحقيقة تؤثر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت أفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة.
بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير